المفروض ان الكول بتيجي على ال 1 2 3 وبعد كده بيحصل فلتريشن الكولز, لان حضرتك عارف ان معدل الكولز بيبقى عالي قوي, بيروح على الديسباتشنج اللي هو بيحرك عربيه الاسعاف ثرو كل ده ثرو الشبكه الوطنيه. كل الداتا دي اللي موجوده على الكات سيستم اللي هو الكمبيوتر ايد ديسباتشنج سيستم اللي هو بيستقبل المكالمات وبعد كده يحرك سيارات الاسعاف, كلها معمول لها ستورج في البي 1. دي اول داتا ميديكال داتا اتعمل لها ستورج مركز في البيانات. مركز البيانات بتاع الشبكه الوطنيه هو الداتا بتاعت الاسعاف. كل اليونتس اللي موجوده قدام سيارتك من اول السكوتر الاي كلاس, السيارات العاديه, السيارات الهايلي اللي هي بتاعت الانفكشس ديزيز, واللي عندنا المارين امبلانس اللي هو اللانشات ال11 لانش اللي على مجرى نهر النيل, وان شاء الله اللانش اول لانش بحري هيكون نزل باذن مع هيئه قناه السويس. بتصنع لنا دلوقتي عدد كام؟ ست لانشات عشان نقدر نغطي الغردقه, عشان برضو المشاكل اللي ممكن تحصل فينا بما موجودين. وده برضو سورس اوف انفستمنت للمؤسسه, لان اللانشات البحريه الكوست بتاعها بتاع الرنت بتاعها ان دولارز زي ما حضرتك عارف. هما مراكز الغطس والحاجات دي يا فندم بيتعاقدوا معانا بحيث ان احنا نقدر نهمل زمن التقاطر قد ايه دلوقتي يا عم, او زمن الاستجابه زمن الوصول. احنا بنشتغل على قد ايه؟ احنا بنشتغل يا فندم على الثمان دقائق دول على الهاي ويز, احنا بنحقق الثمان دقائق جوه المدن. عشان الترافيك احنا بنقول ان 75% من الكولز اللي بتيجي الاسعاف توصل في الثمان دقائق دول. في 25% اللي هو بيبقى فيه ترافيك عالي, بيبقى فيه جام شويه, في طبعا المحاور الجديده احنا بنعمل انا اسف يعني في التسميه بنقول هنحط الاستيشنز رجله غراب كل 25 كيلو على جنب ستيشن وعلى جنب تاني ستيشن. تدريب الكوادر بنعملها ايه, سواء في المركز الرئيسي في 6 اكتوبر او اللي احنا بنبعته من اليابان؟ احنا عندنا المركز عندنا مركز التدريب بتاع هيئه الاسعاف معتمد من الامريكان هارت, من جمعيه القلب الامريكيه, معتمد من تنظيم الاداره هنا في مصر, واخد الايزو 9000 واحد هياخد الايزو 12000. عندنا اتفاقيه مع جامعه كوكش كان في اليابان, دربنا عندهم لحد دلوقتي اكتر من 6 باتشات. عندنا اتفاقيه مع فاينمان ومع الاسعاف الالماني, بنطلع باتش كل شهرين تقريبا بتتدرب هناك. في توأمة اتعملت ما بيننا وما بين الهلال الاحمر السعودي, هم جم خدوا تدريب عندنا هنا, سلطنه عمان اتدربت عندنا هنا في مصر. عندنا تو ريكويستس من زامبيا ومن اثيوبيا لتدريب الكوادر البشريه, وليبيا نفس القصه. ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا. ممكن نرفع الوضع حسب قرار الطبيب, وضع بص في جالس ممكن نرفع من اسفل, ممكن نعمل بلوك على الترولي ونثبته عشان حالات سي بي ار. وبصراحه فندم استفاده كبيره جدا, واحنا بنشكر معاليك ومعالي الوزير والدكتور عمرو ان احنا الدفعات المتكرره اللي بتروح اليابان بنستفاد استفاده كبيره جدا, وممكن ترجعوا تعلموا يمكن خبراتنا ليهم برده. على فكره هم يعني مبهورين برده بمستوانا هناك, واحنا برده بناخد خبراتهم وننقلهم لزملائنا هنا. وفي اداره التدريب هنا في الهيئه قايمه بدور كبير جدا برده انها بتستعملنا مساعد مدرب. 6 اكتوبر ارقى مركز تدريب على مستوى يمكن المنطقه كلها. من مدينه العالمين الجديده, المهرجان الحقيقي اللي تحول لمهرجان تنموي بيدعم كل أهداف التنمية. والحقيقة أنه اللي بيحصل على أرض الواقع هنا, وكتير من حضراتكم متابعين معنا, هو تكامل وعمل مشترك حقيقي بين كل مؤسسات الدولة لدعم المواطن المصري بكل ما لدينا من مقومات. والحقيقة ده هدف رئيسي لينا جميعا, وبنحاول نشتغل على الأرض بكل ما لدينا من قوة, إذا كان إدارة المهرجان أو الوزارات المختلفة أو مؤسسات الدولة, عشان نخرج مش بس بحدث يليق بالمواطن, ولكن كمان دعم التنمية دائما وأبدا من خلال العالمين
ويعني مرورا او خروجا من العالمين لكل محافظات الجمهوريه. يعني بالامس تشرفنا بزياره لقياده او من قبل القياده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم طبعا بنتشرف بزياره من رئيس مجلس الوزراء والساده طبعا والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء والساده المسؤولين. واسمحوا لنا في البدايه يعني مع كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني النهاردة الحقيقة يوم سعيد جدا ان انا اكون موجود معاكم النهاردة في مناسبة مهمة جدا، وهي اطلاق النسخة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة. والحقيقة هذه المبادرة بتحظى بدعم كامل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو الحقيقة اللي كان وجه ان احنا نطلق هذه المبادرة المهمة جدا جدا جدا، اللي بنستهدف من خلالها كدولة الوصول للمواطن المصري في مكانه في اي حتة في ربوع الجمهورية، ونقدم له كل الخدمات الصحية المتطورة اللي ممكن يكون بيفتقدها في المكان الجغرافي او بحكم بعده، أو أن يبقى مكان نائي، أو ما بيبقاش فيه الخدمات المتوفرة أو المتطورة جدا في مجال الصحة. الحقيقة طبعا أنا شرفت، الحقيقة كنت موجود السنة اللي فاتت في إطلاق النسخة الأولى، وتحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة، كان تحديدا يوم 25 يونيو 2023، وسعيد جدا بنجاح هذه المبادرة المهمة جدا واللي فعلا بتقدم خدمات مميزة للمواطن المصري. ويمكن يعني زي ما معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة كان بيأكد لي ان السنة اللي فاتت مع النجاح احنا مديناها كمان 100 يوم تانيين غير ال 100 يوم الاولانيين. الاهم يمكن ان انا حابب ان انا اقول هنا ان كل جهات الدولة بتبقى مشاركة في هذا الموضوع، مش فقط وزارة الصحة، جهات كثيرة جدا بتشارك في هذه المبادرة المهمة. والحقيقة دي واحدة من ضمن مبادرات كثيرة يعني أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتستهدف صحة المواطن المصري. وأذكر حضراتكم طبعا واحدة من أنجح المبادرات اللي العالم كله بيشيد بنجاح مصر فيها، وهي مبادرة القضاء على فيروس سي. بعد ما كانت مصر الحقيقة من أكثر دول العالم في نسب الإصابة بهذا الفيروس، يعني الحمد لله مع منظمة الصحة العالمية أعلنت أن بقت مصر النهاردة من أقل الدول يعني الإصابة بهذا المرض، وتقريبا يعني الحمد لله سيطرنا بالكامل على هذا المرض المهم. ده جزء من المبادرات الرئاسية المهمة جدا اللي أطلقتها ورعتها الدولة ونفذتها ومولتها علشان تخدم المواطن المصري. مرة أخرى يعني سعيد جدا بوجودي معاكم النهاردة، وإن شاء الله يا رب وعلى بركة الله بنطلق النسخة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة. السادة الزملاء الصحفيين، يعني اللي حابب يسأل معالي رئيس مجلس الوزراء أو السادة المسؤولين، تفضل. معالي رئيس الوزراء مساء الخير، برحب بحضرتك في أرض مدينة العالمين. أنا حسام رضا مذيع راديو نيل. مدينة العالمين كانت مدينة الألغام وتحولت لمدينة الأحلام، إنجاز كبير جدا في وقت العالم كله كان بيعاني من ظروف صعبة ولسه لحد دلوقتي بيعاني منها، بس هو دليل على قدرة الدولة المصرية إنها تقدر تحقق حاجات كتير. فسؤالي حضرتك، ما هو سر وراء هذا النجاح؟ بحيك شايف ازاي الشركة المتحدة ساهمت في اظهار هذا النجاح بصورة طليق بيه قدام العالم كله؟ شكرا. يعني طبعا يعني الحمد لله احنا مدينة العالمين واحدة من مدن كثيرة جدا يعني الدولة المصرية شرعت في تنميتها وبنائها، اللي بنطلق عليهم مدن الجيل الرابع او المدن الذكية. وزي ما حضراتكم شايفين المدينة اذا استعرضناها من اول شاطئ البحر لغاية عمق المدينة هي مدينة لكل المصريين، وفيها كل الخدمات ومعمولة على أعلى مستوى من التخطيط والتصميم والبناء. الحقيقة منظومة رائعة، يعني كان يعني الحقيقة كانت رؤية فخامة الرئيس إن إحنا نطلق هذا الجيل من المدن، لأن إحنا كمصريين وكمصر محتاجين عدد كبير جدا من المدن لاستيعاب الزيادة السكانية والخروج من الوادي الضيق اللي إحنا كنا موجودين فيه، وإن يبقى التنمية بتاعتنا تنمية مخططة. يعني إحنا بنتعلم من التجارب اللي يعني كانت على مدار عقود طويلة سابقة، ان دايما كان المواطن بيسبق الدولة وبالتالي كان بيبني ما يطلق عليها العشوائيات. احنا النهاردة لا، بنخطط صح. والاهم هنا في مدنة مدينة زي العالمين ان احنا بنعمل مدينة مش مدينة صيفية، مش مدينة تقعد شهرين ثلاثة وتتقفل،
دي مدينة كاملة تستوعب أكتر من 3 أو 4 مليون نسمة بعد كده مع اكتمال نموها، وبالتالي إن شاء الله هتكون يعني نموذج من نماذج المدن الساحلية اللي احنا كلنا شايفين ان سواحلنا لازم ان احنا نستفيد منها بهذه النوعية من التنمية. كل الجهد ده بيبقى محتاج تسويق وترويج، مش فقط للعالم الخارجي ولكن ايضا للمواطن المصري عشان يعرف حجم اللي بيتعمل على الأرض إيه ويقدر يستمتع بهذا الموضوع. ومن هنا كان طبعا دور الشركة المتحدة وأيضا الحقيقة كل الزملاء اللي ساعوا وراعوا وهذه النوعية من المهرجانات، مهرجان العالمين اللي بيتعمل لتاني سنة، يعني الحقيقة حاجة تفرح، وبيبقى أنا عايز أقول ده بيبقى جزء من قوة الدولة المصرية في جذب السياحة وجذب الاستثمارات. يعني النوعية دي من المهرجانات بتروج لمصر في الخارج بصورة أكثر من رائعة، وبيبدأ يعني يظهر على مستوى، أنا مش عايز أقول يعني من قبيل المبالغة ولكن ده الواقع، يعني أنا بقابل كبار مسؤولين في دول عربية ودول أجنبية وبيكلموا على العالمين من واقع اللي هما بيشوفوه من هذا المهرجان وبيتفرجوا عليه. فطبعا بيبقى هنا دور المهرجان ودور الشركة المتحدة إزاي إن إحنا كذراع لتسويق اللي بيتعمل على أرض مصر، علشان فعلا ده بيساهم بصورة كبيرة جدا في جذب استثمارات وجذب سياحة للدولة المصرية، وكل ده بيحقق عوائد إيجابية للدولة. أحمد العدل اليوم السابع فندم، أهلا بحضرتك. أنا كنت حابب أسأل بس عن التعاون الكبير اللي بيتم ما بين الوزارات بشكل كبير وما بين الشركة المتحدة للخدمات العالمية. حضرتك شايف إن ده يعتبر برضو ترويج، إحنا بنروج للمهرجان ومدينة العالمين، المهرجان أضاف، الوزارات الشراكات الكتيرة ما بين الوزارات دي بين المتحدة، كل ده أضاف إزاي النسخة الحالية من المهرجان وترويجاً لمدينة العالمين؟ هو يعني مش هزود يعني، بس خليني أقولها مرة أخرى، أهم شيء طبعاً إن نبرز شغل الدولة بكل مؤسساتها، وده أعتقد موجود، لأن إحنا كل يوم لما بنبرز عمل، النهاردة مع إطلاق النسخة الثانية من 100 مليون صحة، المواطن بيعرف حجم اللي الدولة بتعمله في هذا القطاع المهم جداً. لما هنتكلم بعد شوية مع الثقافة ونتكلم على الرياضة ونتكلم على أكثر من مجال آخر كده، يعني بنقدر نبرز من خلال هذه النوعية من الفعاليات والأحداث الدولة بتعمل إيه للمواطن المصري، والمواطن يبقى عارف كويس قوي، لأن الأسلوب التقليدي في إن إحنا نطلع ببيانات وكل الكلام ده مهما كان المواطن مش هيستوعب هذا الموضوع غير لما يشوفه على الأرض. وهنا بيبقى دي ميزة المهرجانات والفعاليات دي، إن المواطن بيلمس بعينه، بيشوف الموضوع بيتعمل إزاي، شايف الدنيا بيحصل فيها إيه، فبيبقى هنا ده بيساهم مرة أخرى في زيادة ثقة المواطن في اللي الدولة بتقوله وبتعمله، وده طبعا شيء مهم جدا مرة أخرى في تأكيد يعني التعاون ما بين جهات الدولة ووسائل الإعلام وعلى رأسها الشركة المتحدة. في أي أسئلة؟ مساء الخير على حضراتكم، ندى سرور مراسلة إكسترا نيوز. حضرتك يعني كلمة توجهها لأهالي العالمين ومطروح بإظهار مدينة العالمين بشكل يليق بينا، يعني وقدمنا مهرجان الأكبر في الشرق الأوسط، فحضرتك تحب توجه كلمة ليهم إيه؟ يعني طبعا مطروح تحديدا يمكن كانت من المحافظات دايما اللي يعني نقول عليها محافظات موسمية، الناس ما بتشوفهاش أو تفتكرها غير بس يدوبك في شهرين الصيف، وكان يعني دايما فيها مشكلة، أعتقد مشكلة في عملية الفرص العمل والتشغيل لمواطنيها. الحمد لله النهاردة مع التنمية الكبيرة جدا اللي بتحصل في مدينة العالمين وبقية المشروعات الكبيرة اللي ابتدت الدولة أعلنت عنها وشغالة فيها، وزي ما بقول لحضراتكم احنا هنا التركيز ان مطروح مش هتبقى مجرد مصيف او مقصد صيفي، ولكن هتبقى فعلا امتداد مستقبلي للدولة المصرية والاستفادة زي من السواحل الرائعة اللي مفيش زيها في العالم كله في هذه المحافظة. فطبعا يعني الكلمة اللي بوجهها لأهالي مطروح ان الدولة يعني مهتمية جدا بهذه المحافظة، واحدة من اهم اولوياتنا كدولة التنمية والتطوير الكامل في هذه المدينة، وكل التنمية دي هتبقى هم اللي بيستفيدوا منها بصورة مباشرة من خلال فرص العمل وابواب الرزق الكبيرة اللي بتبقى موجودة. ومرة اخرى مهرجان ده والفعاليات اللي بتتم بتعرف العالم كله ان في محافظة وفي مدينة اسمها مطروح.
تتسع لسؤال واحد؟ اتفضلوا اتفضلوا. اخر سؤال اخر سؤال اخر سؤال. شكرا يا فندم. لا ابدا مش حاجه. لا 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 ابدا مش حاجه مش حاجه. الخير يا فندم. حضرتك منور مدينه العالمين وقياده الشركه المتحده. مدينه العالمين قدرت تصدر نوع سياحه جديد، يعني طول مصر طول العمر مصر بسياحه في البحر الاحمر ومناطق مختلفه الاقصر واسوان، لكن العالمين قدرت تصدر نوع سياحه جديد. التنوع السياحي ده هل هو من استراتيجيه الدوله؟ وكمان شايفين المهرجان سلط الضوء على المدينه بشكل كويس جدا. يعني طبعا احنا بنستهدف يعني نقله كبيره جدا في موضوع السياحه، وهنا يمكن دايما يعني مطروح البدايه والتخطيط بتاع العالمين تخطيطها ان يبقى فيها حجم كبير جدا من الغرف الفندقيه. احنا هنا بقى بنتكلم مش مجرد البيوت والبيوت المصايف، ولكن بنتكلم على غرف فندقيه تبقى موجوده بتقدم خدمات متكامله، علشان تبقى هذه المنطقه طبقا للتقديرات وطبقا للدراسات المكاتب العالميه، تقول المنطقه دي على الاقل ممكن تستغل في السياحه 9 شهور في السنه. انتوا كمصر مش قادرين تستفيدوا منها غير 3 شهور بالكتير. لا، العالمين وكل الساحل الشمالي الغربي قادر انه يبقى مفتوح والاستقبال السياحه العالميه لمده 9 شهور في السنه. هنا مره اخرى مدينه العالمين ومن خلال ابراز حجم التنميه اللي بيتعمل فيها والتخطيط اللي موجود بيؤكد هذه الفكره اللي الدوله عايزه تعملها، ان احنا نضاعف عدد السياح بتوعنا في خلال ال5-6 سنوات القادمين. هيبقى الساحل الشمالي بيلعب الدور الرئيسي في هذا الموضوع. شكرا. شكرا للزادة الزملاء وشكرا لحضراتكم، وهنتحرك الآن لإعطاء شارة البدء لانطلاق الحدث التنموي ميت يوم صحة ومن ثم الجولة. شكرا لحضرتك. شكرا لحضراتكم جميعا. على بركة الله بنطلق النسخة الثانية من مبادرة 100 يوم صحة.